على صفحتنا، صفحة استوديو الوطنية سوغ فيسبوك أو صفحة رسمية للإذاعة الوطنية على الفيسبوك أيضا. أهلا وسهلا، مرحبا في ساعتنا الثانية. ضيف الانترفيو بعد أخبار الماضي ساعة المحامي أحمد بن حسينة. موضوع الساعة تيك توك من ناحية قانونية، من زاوية قانونية، هل سيتوسع؟ شنو يشمل بالأساس؟ شكون يشمل؟ فما عدة تفاصيل أخرى في علاقة اليوم بصناع المحتوى، وأيضا عودة على التهم اللي توجهت رسميا لمجموعة أولى من صانعي المحتوى في علاقة بالمس من الأخلاق الحميدة، تاكسيموتو أو النقل الفردي بواسطة الدراجات النارية. هذا موضوعنا اليوم في عينك على الإدارة مع فيصل شابو وبالبنت العريض. عودة على التصريحات ولقاءات رئيس الجمهورية البارح اللي تحدث عن الغلاء الفاحش للأسعار ما يمكنش يستمر، ومعاناة المواطنين ما يلزمش تستمر بالشكل هذا. أيضا رئيس الجمهورية وجه دعوة للوتيكا، يقول لابد اليوم أن تنخرط منظمة الأعراف في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار. وزير الاقتصاد يقترح تخصيص 252 مليون دينار لتمويل البرامج التنموية وإحالة حزمة ثالثة من التراخيص لإلغاء العمل بها 33 ترخيص المونوبول. وما أدرك ما المونوبول؟ هذا بعد شوية نرجو عليه. والأسعار اللي تقول وزارة التجارة وإنها قادرين إن نخفضوا فيها، ينضم لنا مباشرة بعد لحظات رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ياسر الجوراري في عودة على التشريعات اللي من المفروض ماشيين في سنها في تخفيض الأسعار. تحياتي رفيق دريدي، أهلا وسهلا، مرحبا باسل ترجمان. أهلا وسهلا، مرحبا. تحياتي. نستسمحكم نرفع لأذان الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها، وراجعين بالبنت العريض. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. استوديو الوطنية
فضاء مفتوح للقاءات والمتابعات مع زينة زيدي. تحياتي لكم مجددا، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. هذا استوديو الوطنية مباشرة على موجة الإذاعة الوطنية، تحياتنا لكم وشكرا للتحقوا بنا الآن في الاستماع. ذكركم ضيفنا في الانترفيو بعد أخبار الماضي ساعة اليوم الأستاذ المحامي أحمد بن حسين. موضوع الساعة التيك توك، ونأخذه من زاوية قانونية، من ناحية قانونية، وعودة أيضا على التهم اللي توجهت إلى مجموعة أولى من صانعي المحتوى. في ساعتنا الأولى نرجع على لقاء رئيس الجمهورية اللي وجه دعوة للانخراط في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار، لدى لقائه برئيس منظمة الأعراف سمير مجهول. أيضا رئيس الجمهورية تحدث عن أنه الغلاء الفاحش لا يمكن أنه يستمر، إحالة حزمة ثالثة من التراخيص، وعدتها 33 تراخيص لإلغاء العمل بها، وعودة الفوسفات، تجربة عودة نقل الفوسفات عبر القطار انطلقت. هذه مواضيعنا معك تود سويت بالبونت العريض رفيق دريتي. بالبنت العريض. مرحبا زينة، مرحبا باسل، مرحبا للي يتابعوا فينا الكل. هو البارح كان فما لقاء بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير مجهول في قصر كارتاج، ورئيس الدولة يدعو للانخراط الكامل في معركة التحرير الوطني بالتخفيض في الأسعار. ويضيف رئيس الدولة حسب ما جاء في بلاغ على رئاسة الجمهورية أنه معاضدة مجهودات الدولة بل والمساهمة في بناء تاريخ جديد لتونس هما محمولين على الجميع كل من موقعه. رئيس الجمهورية ذكر زادة بما جاء في نص الدستور بأن الدولة تضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص، اللي قال كونه ما يمكن أن يتحقق إلا على أساس العدل والإنصاف. وفي علاقة بالتشريعات بالأساس والأمور القانونية والمونوبول وغيرها، لقاءات هذه الكل نأخذها من زاوية المشرع البرلمان. مشكور جدا ينضم لنا رئيس لجنة التشريع العام بمجلس نواب السيد ياسر قراري. تحياتي سياسر، أهلا وسهلا، مرحبا على موجات الإذاعة الوطنية. مرحبا بك زينة، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بكل متابعي الإذاعة الوطنية وبضيوفك الكرام. شكرا جزيلا لك. نرجع معك من الزاوية القانونية في علاقة بالتشريعات، وكما قال وزير التجارة البارح يقول رأي الأمور سهلة من زاويتنا، القانون يسمح لنا بتخفيض وبالتسعير، أن وزارة التجارة هي اللي تسعر. هل اليوم لازمنا يكون عندنا غطاء تشريعي أكثر، أو القانون الساري والموجود لازم هو اللي يمشي به العمل بالأساس أو كفيل بالتسعير؟ خليني نقول أنه كيف ما سبق أنه أكدت عليه، نعم، أنه راو ما نجموش نحكو على ثورة تشريعية وحدها يعني معزولة، إذن نعم، دون خيارات ودون سياسات عامة. واليوم احنا قاعدين نشوفوا في قرارات، قاعدين نشوفوا في خيارات، قاعدين نشوفوا في توجهات إذن كبرى يرسمها رئيس الجمهورية، واللي لابد أن يكون لها انعكاس تشريعي. وهذاك علاش أنا أقول دائما أنه راو يعني هذه الثورة التشريعية لابد أن تكون مرتبطة إذن وملتحمة باختيارات وبتوجهات. توجهات هذه إذن ملمحها في أكثر من مجال، ومن بينها معناها رينا مسألة غلاء الأسعار اللي أكدنا عليها، أكدنا أنه التوانسة راهو يوم الاقتراع مشوا إذن بكثافة إلى صناديق الاقتراع رغم صعوبة الوضع، رغم غلاء الأسعار إذن وجددوا ثقتهم في مشروع 25 جويلية على قاعدة تجاوز هذه هي النقائص والإخلالات وإيجاد حلول وبدائل إذن اقتصادية واجتماعية. وعليه إذن أولى الإجراءات اللي قاعدين نشوف فيها أنه رئيس الجمهورية يتجه رأسا نحو معناها الضرب على يد المحتكرين ودوائر الاحتكار، وكذلك يعني يتجه إلى فتح حوار وطني شامل إذن مع الأطراف ودعوتها إلى الانخراط في مسار التحرير الوطنية إذن من خلال إذن المساهمة في معاضدة مجهود الدولة. إذن في هذا الإطار يعني كان لقاء رئيس الجمهورية مع رئيس منظمة الأعراف، وكان أيضا لقاء مع السيد وزير التجارة للتأكيد على ضرورة يعني التدخل للحد من الأسعار. التدخل يكون من خلال المهنيين وهياكلهم المهنية إذن الضغط على يعني الأسعار في مستوى الإنتاج وكذلك في مستوى يعني التسويق والبيع، وهذا ممكن المنظمة الوطنية أنها تساهم فيه. لكن أيضا ما تنجمش الدولة تبقى
إذن مجرد ملاحظ ومتفرج وتصدر توصيات يجب أن تتدخل من خلال يعني أداء الحكومة. والسيد وزير التجارة لديه الآليات القانونية كما أكد هو نفسه الكفيلة بالتدخل للحد إذن من هذه التجاوزات إذن توظيف يعني واعتماد المراجع القانونية المخولة له. مش مش نبقى ونستنوا في مجلس نواب الشعب أنه يتخذ التدابير في مراجعات قانونية. نعم. إذن باش يعني لن يكون هناك مراجعات قانونية في علاقة بالتسعير وقوانين تسعير يعني مبدئيا غير مطروح، رغم أنه من بين الملفات المطروحة هو قانون المنافسة والأسعار. إذن مطروح مناقشته ومراجعته إذن من طرف السادة النواب، لكن نعم. هذا طبعا يتطلب جهد من الطرف الحكومي بإعداد مشروع قانون، ويتطلب يعني الاشتغال عليه من طرف مجلس نواب الشعب. وبالتالي ما نجموش غلاء الأسعار نجابوه بانتظار نص قانوني، لابد من أجراءت يعني عملية مواجهة والتصدي لغلاء الأسعار. كيفاش مثلا الآليات سياسة؟ الآليات طبعا هي آليات قانونية رادعة. السيد وزير التجارة إذن مع كل أطراف المتدخلة معاه، نعرف أنه ثم فرق دورية إذن تتنقل وتقوم بعملية الرقابة، وعملية الرقابة هذه ما لازمهاش تكون مناسباتية كيف ما أكد رئيس الجمهورية، لأن نحن شنو نعرف؟ نعرف أنه الرقابة على الأسعار موجودة، إذن هو الضرب على المحتكرين موجود، لكن شنو اللي ثم معاه؟ ثم أنه العملية تكون مناسباتية وكنعملوا حملة إذن ونبقى شهر ولا شهرين وبعد نعود حملة أخرى في الفترة ذيك تعود تنتعش دوائر إذن الاحتكار، والناس اللي تستغل يعني في هذا الضعف وهذا الغياب من أجل الترفيه في الأسعار. وكذلك وهذا رناه وسمعناه إذن في أيضا خطاب رئيس الجمهورية أن هناك من يتواطأ مع هذه الدوائر الاحتكارية وهؤلاء الذين يمارسون الشطط في مستوى الأسعار، فلا بد من الضرب على يد المحتكرين ومن يمارس الشطط في الأسعار. وكذلك نعم. إذن من تخول له نفسه من موظفي الدولة وأعوانها أنه يساهم في العملية هذه ويدفع باتجاهها إذن وظيفته إذن وواجبه هو خدمة شعب تونس والقيام بواجبه كاملا، مش التواطؤ مع هذه الدوائر وتوفير المعلومة عليها، لأنه احنا نعرف وهذه خلي التونس يسمعوا يعني نعرفوا أنه الأسعار تكون إذن موجودة ومعروضة إذن بأسعار مرتفعة، إذن فجأة يوصل الإعلام أنه راي معناها خارج فرق مراقبة الأسعار و إذا الشرطة والناس المرافقة لها إلى آخره هي تتحمل الأسعار. واحد شكون وصل المعلومة؟ يعني ما نكونوا واضحين وخنصرفوا التوانسة شكون وصل المعلومة؟ وتلقى معناها المعلومة سبقت قبلك، فهمتني، للناس المعنية، فهمتني، وأخذت احتياطاتها وتدابيرها. فلا بد من تصدي الحقيقة إلى كل هذا، لا بد من جهد إذا مكثف من طرف الإدارة التونسية، من طرف مصالح وزارة التجارة، من طرف مصالح يعني أعوان الأمن المرافقين لمصالح وزارة التجارة وكل المتدخلين في الغرض، إلى جانب توظيف يعني النصوص القانونية الرادعة وإيجاد يعني البدائل التشريعية التي يمكن أن يعني تحد من تنامي مثل هذه الظواهر. شكرا جزيلا سيد رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان مجلس نواب الشعب سيد ياسر قراري، أكيد باش تكون مضيفنا نرجع معك بأكثر تفاصيل كي تكون بحثنا في الانترفيو الأسبوع القادم إن شاء الله. تحياتي لك سيد النائب، شكرا مجددا. نرجع لك بس الترجمان، كما كنت تسمع الكلام اللي تحدث فيه رئيس الجمهورية، الغلاء الفاحش للأسعار لا يمكن أن يستمر، يوجه في دعوة للانخراط في معركة التحرير الوطني للتخفيض في بالأسعار، الدعوة وجهها بالأساس للأعراف، وما قاله وزير التجارة والحوصلة اللي قدم هنا رفيق دريدي منذ قليل. نربط لكم مع كلام رئيس لجنة التشريع العام السيد النائب، يقول اليوم راو لابد من الضرب بالأساس على المحتكرين، مش هو نعمل لك قوانين زوز ثلاثة وبعد تلقى من هو متورط، البعض من موظفي الدولة اللي يعطي دافانس المعلومة، فما تمشيش الأمور كما ينبغي بين الناس اللي ترقب حملات المراقبة الاقتصادية وبين من يحتكر أو يضارب بالأسعار. خلينا نبدأ أول حاجة من لقاء رئيس الجمهورية بالسيد سمير المجول رئيس اليوتيكا، وهو لقاء باعتقادي مهم جدا
في الفترة هذه، خاصة أنه رئيس الجمهورية استغل اللقاء هذا لتوجيه عدة رسائل. أولها رسائل طمأنة لكل رجال الأعمال أن ليس هنالك أي خلاف أو أي إشكال بين الدولة ورجال الأعمال، بل على العكس كلهم لهم واجبهم أن يعملوا وتشجيع من أجل الإنتاج ومزيد الإنتاج والعمل. وبالتالي كان هنالك الأطراف التي حاولت في بعض لحظات أن تشكك وأن تقول أن لرئيس الدولة موقف من رجال الأعمال أو من رأس المال وإلى آخره، هذا الكل كذب صريح وواضح. اللقاء كان لقاء جيد، كان لقاء فيه برشا رسائل. الرسائل الأخرى هي الدعوة لرجال الأعمال والدعوة للسيد مجهول والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية للانخراط في المعركة، على خاطر نحن قاعدين نشوفه. الرئيس قال معركة، كلمة معركة في حد ذاتها اليوم حرب. نعم، نحن في معركة، يعني الرئيس أول مرة يستعمل هذه العبارة، يستعملها منذ مدة طويلة في حرب التحرر الوطني. نعم. من كل مافيات ومن كل لوبيات التي كبلت تونس وتواصل تسعى للاستمرار في تكبيل الاقتصاد الوطني وفي إبقاء منظومة الريع التي تتحكم في مصير الشعب التونسي إلى ما لا نهاية. اليوم الدعوة واضحة، وباعتقادي أن التفاعل الإيجابي، لأن رسائل الرئيس التي طمأن فيها ويعني أعطى فسحة مساحة من الأمل والثقة لرجال الأعمال سيقابلها بالمقابل يعني نوع من الارتياح ونوع من الانخراط، لأن المعركة هذه لا تهم المواطن المعدم أو الفقير المستهلك، بل تهم الجميع. نحن نشوف اليوم المساحات الكبرى التي بدأت تستفيد منها الصناعة الوطنية في منع ومحاربة استيراد مواد تكميلية لا قيمة لها، كان الهدف منها إفلاس الصناعات الوطنية هذه وفتح أسواقنا لتكون يعني ليلقى بها كل ما يزيد من إنتاج تلك المصانع الكبرى في الدول الغربية حتى نستهلكها وندفع ثمنها من قوت أبنائنا. وبالتالي المعادلة إيجابية جدا، رجال الأعمال اليوم انطلقوا إلى العمل، رجال الأعمال اليوم حاربوا غلاء الأسعار. اليوم نحن يعني على عكس أنت تقول بس تعتبر اليوم بس الترجمان أن الرئيس البارح بلقائه برئيس منظمة الأعراف اللي عنا عليهم مديدة ما شفنا اللي هم شي بيانات وتحركات أو مواقف في علاقة بما يحدث في الوضع العام والشأن العام، الأعراف البارح أنت تقول ليرا واليوم هذه إجابة إيجابية من الرئيس، على عكس ما ذهب إليه البعض يقول لك اليوم القطاع الخاص متهم بغلاء الأسعار أو بالترفيع في الأسعار. أي اتهام لأي طرف في القطاع الخاص بغلاء الأسعار، لازمنا نفهم حاجة أنه الإشكاليات وخاصة أنه الوتيكا هي التي تمثل رجال الأعمال وقطب الصناعات الكل في تونس، لازمنا نفهم الحكاية هذه. اليوم هؤلاء لديهم فرص كبيرة، نحن نجولوا في المغازات الكبرى زينة ونشوفوا أنه الصناعات الوطنية فما تجديد كبير في صناعات وطنية، حاجة تشرف حقيقة. أنا سعيد برشا في الحكاية هذه بدون باش نعملوا ببليسيتي لأي أي ماركة أو إشهار وإلى آخره، ولكن وقت ندخلوا نلقاو من أنواع مختلفة من المواد اللي قبل عام ندخلوا ما نلقاوش حاجة صناعة وطنية، نلقاوها الكل بكل القضايا هي تاريخيا تنتجها. ما مش معقول تونس تستورد في الصابون السائل وتستورد في الدونتي فريس وتستورد في حاجات ما أنزل الله بها من سلطان. وبالتالي اليوم هذه بوابة ورسالة لرجال الأعمال. نعم. من رئيس الجمهورية ومن الحكومة أيضا، خطر اليوم الحكومة وقت تشجع رجال الأعمال وقت هو هذا مش محاوصلهم الكل، خطر كلها ماشية مع بعضها. اليوم اللقاءات رفيق دريدي في علاقة بالغلاء الفاحش تحدث عليه الرئيس، الانخراط في معركة التحرير اللي كنا نحكيه عليها، وتصريح وزير التجارة اللي بدينا به، كلها ماشية في نفس الكلام اللي كان يقول فيه النائب واللي تقول فيه انت، دونك بلوك واحد مترابطة اليوم. لكن باسل ترجمان من جهة أخرى، هل غلاء الأسعار اليوم قادرين فعلا أن نرخصوا في المواد الاستهلاكية وانت عندك المواد الأساسية اللي نستوردوها بالعملة الصعبة وغيرها مشط يعني كيفاش، خاصة في الأدوية وغير الأدوية؟ نعم،
أو أول حاجة في خصوص الأدوية وغير يلزمنا نعرفوا اليوم ولله الحمد أنه عندنا تقريبا 49% حسب ما أعلنت الصيدلية المركزية من الأدوية يتم إنتاجها في المستوى المحلي، وهذا يساهم في تخفيض الأسعار. إيه مع المواد الأساسية تستورد فيها باش إيه نجم تعمل أدوية. نعم ولكن استيراد المواد الأساسية لصناعة الأدوية واليد العاملة منخفضة التكليف والكفاءات التونسية اللي تصدر الأدوية لعديد لعشرات دول العالم، هذا الكل يساهم اليوم الحديث في تونس أنه خلال فترة بسيطة سترتفع نسبة إنتاج الأدوية لتغطي باحتياجات السوق التونسية بما يعادل 70%، وهذا مش كلامي. وبالتالي هنا الإشكال المهم. القضية الثانية أنه فما غلاء أسعار في المستوى العالمي، هذا الناس الكل تعرف نعم. لا يتجاوزنا نعم. الحاجة الأخرى التي هي اليوم الإشكال الكبير اللي يواجه تونس هي، وقالها رئيس الجمهورية في لقاء مع وزير التجارة، قال أن هنالك مسؤولين في الوزارة لا يقومون بعملهم، وبالتالي وجودهم ومن لا يقوم بعمله عليه أن يغادر، وهي رسالة واضحة. وحكى السيد النائب قبل شوية قال لك أنه ثم أطراف وقت يكون فما تعطي في المعلومة، وبالتالي محارب هذه الشبكات داخل مؤسسات الدولة واجب رئيس من أجل أن يكون هنالك خفض حقيقي في ارتفاع الأسعار. نزلنا نعرفوا حاجة أنه آخر ورقة بقيت اليوم اللي قاعدين يراهنوا عليها أطراف خارج تونس من أجل خلق الأزمة داخل تونس هي الحديث عن ارتفاع الأسعار وغلاء الأسعار. والدجاجة كانت ب 5800 الكيلو في عام 2019، تولت ب 8500. واضح من التوجه، هم مشكلتهم أنه يفضحوا رواحهم وحدهم بغبائهم ولله الحمد. وبالتالي اليوم هذه الشبكات التي تسعى لخلق الأزمة في مستوى التزويد وفي مستوى رفع أسعار المواد الأساسية يجب أن يكون هنالك تصدي لها. التصدي ليس عبر كما قلت إجراءات وقل. لا التصدي عبر تفكيك هذه الشبكات داخل الوزارة. نتفكر قضية القهوة اللي حكى عليها الرئيس واللي تم خلع مكتب مدير وأخراج الشيك باش يستورد القهوة. أنا أتصور أن وزارة التجارة اليوم هي أول وزارة معنية بالمعركة الحقيقية للتحرر الوطني، أخاطر هي المسؤولة اليوم عن نجاح أو فشل خفض الأسعار وإيجاد بالسيولة وإيجاد المواد الأساسية. خاطر مش معقول نقعدوا نشوفوا اليوم ما أحوانة القهوة مسكرة في البلاد فماش قهوة بن يتباع. هذه مسؤولية جاي حسب ما أعلنت عليه وزارة التجارة مؤخرا. نعم من أيامات وزارة التجارة أعلنت عن أنه باش يتم استقبال دفعة جديدة من يعني نتمنى أن لا تكون هنالك تكرار. هون نسألك أدخل ما أنت جبت القهوة لو أنه مش موضوعنا عنا برشا ماتيغ، ولكن ميساج نحكي فيه في علاقة بالقهوة البن، القهوة المعلبة البن اللي متعودنا للقهوة في المحلات التجارية الكبرى في عند العطارة وغيرها ما تلقاهيش، لكن كي تمشي لبعض العلامات المعروفة نجم تشري وتلقاها مرحية وكعب وغيره. نعم أنا هون نقول هو عبارة عن كيف يمكننا كسر الاحتكار. أنا باعتقادي أنه فتح الأسواق والسماح بالاستيراد وأن تقوم الدولة كما ديوان الزيت، نشوفوا نحن الإجراء المهم ديوان الزيت قالها أنه سعر زيت الزيتون السلام شكوه 15 دينار وبالتالي تهبط ب30 تهبط ب50 تولي قضية تعنيك. هوني الوزارة مسؤولة أن لا يكون هنالك فترة الانقطاع الطويل هذه من أجل أن لا يكون هنالك مبرر للحديث أسعار القهوة في العالم الكل. هذا ديريكت على الرخص والمونوبول يحينا مباشرة لموضوعنا مع رفيق دريدي الموالي. الحدث كان في مجلس نواب الشعب البارحة الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على اتفاق الضمان بين الدولة التونسية وشركة ستيغ للربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وإن كان حاضر وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. من بين المعطيات اللي كشف عليها الوزير أنه الوزارة أحالت حزمة ثالثة من التراخيص اللي بش يتم إلغاء العمل بها ضمن 33 ترخيص تمت إحالتهم لرئاسة الحكومة. وأكد زاد وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة بدأت في مراجعة 50 كراس شروط، وقال كانوا التراخيص هذه اللي
من المزمع كونه يتم حذفها باش تتزاد الحزمتي تراخيص. الاولى تحذفت في 2018 وقتها فيها 27 ترخيص وحزمه ثانيه تم حذفها عام 2022. يقول انه الهدف من الغاء العمل بكل التراخيص هذه تحرير المبادره الخاصه، تسهيل النفاذ للاسواق وتعويض بعض التراخيص هذه بكراسات شروط. المونوبول بس الترجمان وما ادراك ما النظام المونوبول يتحكي عليه سنوات، ويقول لك فما ناس تحتكر عائلات معينة عندها الاختصاص كذا وغيره، بينما كيف تجي تنحي الرخص وتمشي بكرة الشروط المنافسة باش تكثر، الأسعار باش تنخفض، وبالعكس الحرب اللي يحكي عليها رئيس الجمهورية اللي وجه لها دعوة يقول لك اليوم في حرب ومعركة تحرير وطني لتخفيض الأسعار، تجيك تنحي الرخص. بالتأكيد زينة، خاطر اليوم نشوفوا عدد الرخص المهولة في تونس. يعني فما عدد رخص غير مسبوق وأعداد كبيرة، وفما حاجات ما عندها حتى ما أنزل الله بها من سلطان كما نقول. وهذا السؤال اللي يطرح اليوم، هذه الرخص التي أوجدت من أجل أن يكون هنالك اقتصاد يخدم مجموعات معينة، هذا نعرفه الكل، ما هوش حاجة جديدة. وبالتالي اليوم 33 رخصة جديدة هذه، وإن شاء الله يكون فيما بعدها أن ندعو السيد الوزير، مش رخصة جديدة، رخصة دفعة جديدة لإلغاء 33 رخصة جديدة أخرى. سمحني على مش نعم، أنه اليوم يكون هنالك كل 6 شهور في وزارة الاقتصاد أو كل عام كم من التراخيص ويتم الإعلان عنها. أنا أتمنى السيد وزير الاقتصاد أن يعمل يعقد ندوة صحفية يتحدث عن تفاصيل هذه التراخيص التي تم حذفها وعن ما يمكن أن تؤدي من نتيجة، على خاطر نحن قعدنا في المهموطة ما لناش عارفين التراخيص هذه متاع شنو، نحبوا نعرفه متاع شنو، نحبوا أيضا يكون هنالك حديث، على خاطر العلاقة في الاقتصاد له علاقة في الداخل والخارج. وقت نحيو التراخيص هذه قد تكون رسائل إيجابية إلى خارج تونس، تحرير الاستثمار تحرير الاستثمار وإلى آخره، وبالتالي إلغاء الحواجز لي باريير دونتري معروفين في عالم الاقتصاد. وهوني ما نجموش، تو سمعنا 33 ممتاز، شنو ما هم ما يعرفهم حد. وهوني يعني أنا ندعو بكل ود أنه يكون فما تعريف من أجل أن تفهم الناس، حتى المواطن التونسي العادي اللي قد يكون معني بالمواضيع هذه يفهم شنو التراخيص اللي تم إلغائها والتراخيص التي في المستقبل سيتم إلغائها قريبا. هو فقط والهدف بالأساس بس الترجمان اليوم في علاقة من هذا كل هو تحرير المبادرة الخاصة وتسهيل النفاذ إلى الأسواق التونسية، خاصة هذا كل باش يتعوض. نعم، انك تعمل كره شروط لازم تكون تتماشى مع المستثمر ورجل الاعمال في الداخل والخارج ايضا. بالتاكيد، وهذا اليوم المطلب الاساس. يجب ان يتم استعاده ثقه المستثمرين الاجانب بالاسواق التونسيه. والحمد لله بدات، يعني نشوف الشركات الكبرى اللي قاعده اليوم قاعده ترجع وتقوم باستثمارات كبيره وبرشا، رينا فما معمل باش يخدم 6000 خدام في القروان والى اخره، وهذه مؤشرات ايجابيه. تعزيز هذه المؤشرات ومزيد اعطاء رسائل للمستثمرين في الخارج ان تونس بلد الاستثمارات فيها تتم بشكل سلس، خاطر الحمد لله نحن ما عندناش قضايا التحيل في الاستثمارات، فما دول فيها تحيل في الاستثمارات، نحن ما عندناش الحكايه هذه، هنالك فقط العراقيل الاداريه. معنا عراقيل اداريه، قوانين باليه، والشح في دفع نسق عجله الاستثمار، عندك نعم. مستثمرين مش قاعدين يستثمروا بالشكل اللازم. وبالتالي هذا امر مهم جدا. اليوم وزاره الاقتصاد مطالبه انه يعني مزيد الانفتاح، مزيد التسريع في تعديل وإلغاء هذه التراخيص، في تغيير القوانين، وفي العمل من أجل أن يكون هنالك مساحة كبرى لكل المستثمرين في العالم للاستثمار في تونس. هو فقط للتوضيح زاد باسل، لأن الأمور توا ما زالت على مستوى داخلي في علاقة بين وزارة الاقتصاد ورئاسة الحكومة، لكن من المؤكد أنه إذا كان رئاسة الحكومة باش تمشي في إلغاء هذه التراخيص فباش يتم توضيح باش متعلقة بالضبط. سيئ. الدولة كل توجه دولة ذي نحكي عن حزمة ثانية، هو فقط لأنه بس تتسائل 50 كراش علاش علاش التراخيص هذه شنو تهم بالضبط. نعم. فأكيد والحاجة المهمة رفيق هي أنه فما اليوم، وهذه لاحظوا الناس الكل، تناغم حكومي
في العمل ضمن توجهات رئيس الجمهورية. بعد انقطاع دام 9 سنوات انطلاق أول قطار محمل بالفوسفات من محطة رديف، رفيق دريتي. هذا هو اللي كان الحدث البارح في منطقة رديف من ولاية قفصة، وبعد انقطاع من 2017 خرج البارح أول قطار يتكون من 18 عربة بحمولة 864 طن من الفوسفات في أول سفرة من رديف اتجاه مصانع المجمع الكيميائي في غنوش من ولاية جابس. تقول شركة سكاك الحديدية في بلاغ أن الانقطاعات كانت من أكتوبر 2017 بالتحديد بسبب الفيضانات والأحداث الاجتماعية اللي شهدها منجم رديف، وثمنت الشركة جهود مختلف الأطراف لاستئناف حركة نقل الفوسفات على الخط، هذا هو الخط رقم 16، وأكدت زاد حرصها على توفير كل الضمانات لتحقيق ديمومة نشاطه. نعرفه في وقت سابق قبل يرجع الفوسفات فترة قصيرة ثم تعاود تصير انقطاعات في نقل الفوسفات على مستوى السكة، فشركة السكك الحديدية تقول كون الضمانات الكل موجودة باش يواصل الخط هذا. نسمع تصريح كاتب عام مساعد نقابة المصالح الخارجية بفرع رديف لشركة فوسفات قفص علي السويلحي اللي تحدث على استئناف نشاط نقل الفوسفات. بعد تعطل دام أكثر من 7 سنوات يخرج القطار متاع الفوسفات من رديف، هي ما هي شحن جديد، تران ذا كان معبين وعنده قريب 7-8 سنين قاعد يخرجه من رديف كخطوة أولى نحو استئناف تصدير الفوسفات من رديف. بادر هذا استبشر بها المواطنين قبل الخدامة متاع المغسلة، بما أن الحالة اللي وصلت لها المغسلة والحالة وصلوا لها العمال مزري الأمانة بعد 4 سنوات على غلق المغسلة، خاصة وأنه المرفق الوحيد المتنفس الوحيد للمدينة هو شركة فوسفات قفصة. بجهد العمال والمسؤولين في الشركة نجم خرجنا التران الأول بتاع الفوسفات، وبقدرة ربي تكون هذيك الخطوة الأولى نحو استئناف الشركة للنشاط الاجتماعي والاقتصادي في البلاد. هو نقل الفوسفات زينة مش متعلق أكيد هو ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني، ولكن زادة هو أحد ركائز الاستقرار المالي لشركة السكك الحديدية أكيد. اللي نعرف وضعيتها، فهوني سمعنا تصريح سعلي السويلحي اللي يقول كونه هذا شاء الله يكون الضامن كونه تتواصل حركة نقل الفوسفات، لأنه الدر عوائد مالية هامة وهامة جدا أكيد. لشركة السكك الحديدية. بس الترجمان القطار اللي كان يخدم لباس عليه وفجأة توقف من أكثر حتى 9 سنين ونحن جايين، وفعوضته الخواص اللي استفادت من نقلها نعم. وقعد هكيك كترا حد ما تذكر ومن 2017 ورجع فترة بعد قص، ومن 2017 تقريبا وقفت نهائيا حركة نقل الفوسفات عبر القطار اللي هو أرخص ككلف ويعود بالنفع على الدولة بشكل مباشر. سكرنا الفانا على الدولة وخزينة الدولة ما تنتفعش بنقل الفوسفات ونمشي ونلجؤوا للخواص، هاي السكة فيها وحركة احتجاجية، هم سكروا الحجر بالسكة، هاو التران تحبان، وأكثر وأكثر من هذا أنا عم سير فيه. زينة فقط رقم يعني عملية حسابية ذي عملتها يعني هي الشاحنة كما قلت أنت تهز تقريبا قولوا 30 طن من الفوسفات ولا أكثر تقريبا شوي. فالقطار هذا اللي خرج البارح يعادل أكثر من 26 شاحنة، يعني في قطار واحد تهز حمولة نخلي التران 26 شاحنة يعني ترجمين كما كان يعطيك في الأرقام، ونمشيوا للخواص ينتفع الخواص على حساب الدولة وكان ممنهج هذا. أول حاجة حقيقة مبروك الأم العرايس، مبروك شركة فوسفات قفصة، مبروك لأهلينا في ولاية قفصة، مبروك لخزينة الدولة بالنسبة. مبروك لتونس أنه رجع الفوسفات، هذه حاجة تفرح. أكيد المتغشين والمتضرين، وأنا لاحظت أنه فما الناس مش عجبها الحكاية، هم اللي قطعت خبزتهم مع اللي كانوا متحيلين واللي نهبوا، ومش لازم نرجع نفتح الموضوع هذايا متاع بارونات اللي سرقوا أموال الشعب التونسي وعملوا شركات لنقل الفوسفات، وهي قضية اليوم أمام القضاء وما زال للحديث بقية. الحاجة الإيجابية اليوم هي أنه فما نوع من العودة الوعي الشعبي. أنا أصدقاء على الفيسبوك بعثوا لي أنه نحن من الناس من الخدامة اللي خدمنا وإلى آخره، واحد منهم قال لي أنه اليوم أم العرايس وقفصة عندها 100 سنة تعطي في الفوسفات حتى حد لا انتبه لها، على خطر منوال التنمية كان متجه فقط باتجاه الشواطئ. أنا نقول له عندك الحق، اليوم من حق الولايات هذه الداخلية أن تكون هنالك عدالة في التنمية وأن يكون هنالك اهتمام بكل هذه التفاصيل، لا نقاش في الموضوع يا صديقي. الحاجة الثانية الموضوع باسل ونقل الفوسفات عبر الشاحنات والشحن متاعه اللي كيفاش كانت تتم فيه الظروف، فيها بعض التحقيقات الجارية اليوم نعم مفتوحة، وفيها حتى النواب تورطوا نعم نواب ورؤساء أحزاب، وكلها كانت عبارة عن عصابات تنهب في الدولة كانت عصابات، جاءت عصابات
قامت بتعطيل إنتاج الفوسفات وبناء وبناء جدار بناء خدمة خدمة لمصالح أطراف خارجية كانت تنافس تونس في مجال الفوسفات. جاءوا فيما بعد أطراف اتفقت على إعادة إنتاج الفوسفات ونهبه. والول حتى الاعتصامات اللي هنا غريبة عجيبة تجيب مجموعة ساعات ما تلقاش السبب وخدمناهم كل انت بعفي علاش والله انا نحب نخدم هي شنو علاقه السكه اللي انت تعمل خيمه في السكه وتقف غاد اليوم واللي هو من بعد فهمنا انه كان حائط بالزمان والمنهج تعطيهم فلوس تقولوا امشي على السكه بنا حيط وارفع علم تونس. هذه تصويرا مثل ما تفكروها. وبالتالي الاشكاليات اليوم واضحه جدا هي انه هنالك توجه جدي من شركة فوسفات قفصة من والي قفصة اللي نحييه بالمناسبة على الجهد الكبير والنواب في ولاية قفصة قاموا بجهد كبير في من أجل حلحلة هذه المواضيع. أنا نقول أنه عودة القطار للعمل إن شاء الله 864 طن تقريبا توناج كومبلي مع القطار إن شاء الله رقم تقريب إن شاء الله باش يكون فيما بعده وهذايا باش يسمح ب رفع مستوى التصدير بإعادة تشغيل وخدمة مصالح المعامل في 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 جابس شركة المجمع الكيميائي مجمع الكيمياء في غنوش لا وعنا شركة شو اسمه ترينوات شركة السكة الحديدية هذا السكة الحديدية وباش يسبب يعني نعطيك حاجة انه احد الدول الشقيقة الصديقة عفوا ارادت ان تشتري الفوسفات من تونس اوكي مدير عام سابق في شركة فوسفات قفصة رفض استقبالهم. علاش؟ على خاطر الموتيف شنو كان؟ كانوا معنيين مبرر الرفض شنو؟ كانوا معنيين أن لا تعمل هذه الشركة وأن لا يتم تصدير الفوسفات التونسي لأن من أهم واجباتهم هي إفشال مشروع الدولة الاجتماعية العادلة. وتم عزله من الـ من الـ من الـ من, الـ من الشركة. فنعم هذا. هذا ليس بزمن بعيد. وأنا تحللت العزل ليس بسبب بزمن بعيد ما الرفض الرفض منهم فنا فترة جاء من أندونيسيا الوفد هنزيدك أي فنا فترة ليش الفترة معناه في الفترة الجديدة ورفض الفترة الجديدة نعم على خاطر هنالك أطراف في الإدارة العميقة تريد أن تفشل بكل ما تستطيع أن يكون هنالك نجاحات في تونس كما حكاية سبيطار القروة وغيرها من القضايا الأخرى. الحاجة الثانية بربي باش ناخذ دقيقة زينة نحكي عليها اللي هي اليوم تم التشغيل الهش خطر اليوم فما برشا أساتذة نواب وبرشا أساتذة في حملة شهادة الدكتوراه ينتظروا إيجاد حلول. اليوم الأساتذة النواب وعنا في عدد كبير من الولايات تم نقص في المعلمين والأساتذة النواب وفما صغيرات مش قاعدين يقراوا على أرواحهم. أنا نتمنى خاصة أنه الملف هذا من 2008 إلى 2024 كان لم يكن محل القرار الجدي. اليوم الملف موجود ما بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. أنا أقول أنه آن الأوان اليوم لأن نجد حلول لهذا الموضوع لأنه هذا مستقبل أولادنا مستقبل صغيراتنا وبالتالي لابد من أن يكون لدينا إيجاد حلول حقيقية تهم الأساتذة النواب المعلمين النواب والأساتذة الذين يرمون التدريس في الجامعة. فما مسؤولية وطنية كبيرة علينا أن نفكر بشكل إيجابي في كيفية أن نسعى لضمان استمرار المدرسة العمومية وحماية مستقبل أولادنا فيها. نواصل معك رفيق. نمشي وزينا لمجلس الوزراء. مجلس الوزراء صحيح وفي علاقة بالأراضي الدولية وكذلك إتاحتها للمجلس الوزاري المضيق اللي كان أشرف عليه رئيس الحكومة كمال المدوري البارح في قصر الحكومة في القصبة تخصص للتداول في مشروع قانون يكرس مبدأ أولوية استغلال الأراضي الفلاحية الدولية من قبل الشركات الأهلية وتقرر عرضه على أنظار مجلس الوزراء ويجي والمجلس الوزاري هذا يجي في إطار مراجعة التشريع المنظم لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية وخاصة الأراضي المسترجعة والموضوعة على ذم الديوان الأراضي الدولية وغير المستغلة بما يتيح حسن توظيفها لبعض مشاريع منتجة وخلق القيمة المضافة وتحقيق مقاومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الأراضي الفلاحية والأراضي الدولية اللي بس الترجمين بيناتهم خيط رفيع اليوم باش ما تدخلش بعضها. الأراضي الفلاحية حاجة والأراضي الدولية حاجة وساعات فما شكون تختلط أحيانا الحابل بالنابل. فمجلس الوزراء البارح كان واضح في التوجهات وما للدولة راهو باش يرجع للدولة. يجب أن ينتهي العبث الذي بدأ
بعمليات نهب ممنهجة نعم. للأراضي الدولية الفلاحية ولأراضي الدولة. أسف. نحن نعرف أنه تحولت أطراف سياسية وأطراف التحقت بأطراف سياسية إلى عصابات لنهب وسرقة الضيعات الفلاحية والأراضي الدولية. اليوم لابد من أن يكون هنالك خريطة وطنية تحدد هذه الأملاك في كل ولاية، في كل معتمدية، في كل منطقة، ومن أجل استعادتها. نحن نتفكروا أنه ضيعات بآلاف الهكتارات، بعشرات آلاف الهكتارات تم وضع اليد عليها من أطراف سياسية نافذة وتم نهبها وإلى آخره. ضيعات كبرى وخاصة في مناطق الشمال الغربي تم سرقة وقطع الأشجار فيها وبيعها. وبالتالي اليوم المطلوب، أنا نعتبر أنه هذه خطوة يجب أن تكون وراءها من أجل أن يكون هنالك خريطة وطنية يكون فيها كل الأراضي الفلاحية وكل الأراضي الدولية محينة ومعروفة، بحيث يمنع. وأيضا أنا بالنسبة للأراضي يعني للضيعات الفلاحية اللي هي الضيعات الدولية اللي عدد منها مؤجر من عشرات السنين بمبالغ رمزية، أي مؤجرة للناس فلاح مش مؤجرة للناس كبار. لا لا لا، ما هي مش مشكلة، سوء استغلال. هو فما سوء استغلال تصرف في بعض جملة مثلا، بالعكس وفما سوء تجربة ناجحة جدا، وفما أي جلبة، أما فما بلايص أخرى سوء تصرف، بمعنى هو ضيعت الأمور للمردودية متاحة كانت كبيرة. في جملة جلمة هي جملة 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 هي التجربة المشرفة. أما نحن نشوف في المقابل أنه فما مناطق فلاحية كرية على كرية، وهو موجود هذا من خدم 17 خدام يخدم خدام واحد وإلى آخره. أنا نتصور يجب إعادة تقييم عقود الكراء هذه، وأن تكون للشباب فرصة حقيقية من أجل أن ينالوا نصيبهم وحقهم في العمل في دولتهم، بعيدا عن مسمار في حيث وظيف في الدولة وظيف في الحكومة، لا، ولكن يكون عنده المبادرة الشخصية والمبادرة من أجل أن ينتج ويبدع ويصنع مستقبل. وحتى عنوان مشروع القانون باسل كي نقرأ ويقول كونه يكرس مبدأ أولوية استغلال الأراضي الدولية من طرف الشركات الأهلية، يعني وكأنه كان فما تقييم لتجربة تسويق هذه الأراضي الفلاحية الدولية لأطراف معينة خاصة، فما تداخل ما نجحتش التجربة هذه. أكيد كونه هذا كان بعد تقييم، ف هذاك علاش تم التوجه للشركات الأهلية كمثال ممكن أن يكون ناجح في استغلال هذه الأراضي. وراء الأراضي الفلاحية ماهيش كلها أراضي دولية زادة، مش ما ندخلوش الأمور بعض. لا لا لا، في ردود الأفعال والناس كيفاش، راهو مش كل شيء. لا لا، يلزم تكون الفكرة واضحة تماما. الفكرة واضحة تماما أنه الأراضي الدولية هي الأراضي التي تمتلكها الدولة، سواء أراضي بيضاء أو أراضي فلاحية. نعم. وأن الأراضي الفلاحية هذه اليوم الشركات الأهلية، الشباب من حقه، لا يعقل أنه واحد ياخو 10,000 هكتار وحده بطرق ملتوية للأسف نقولوها كانت أقبل، وبينما شباب المناطق هذه محروم حتى من 200 هكتار ولا 150 هكتار ينجموا يضمنوا له مستقبله ويخلوا يعيش بعزة وكرامة في بلده. والبارح الحديث كان في مجلس الوزراء عن مراجعة الأراضي الفلاحية الدولية بالأساس عليها اللبس، ثم بعد الناس بدأت تحكي الأراضي الدولية اللي هي تقريبا عنا فيها زوز أنواع، أراضي دولية على ملك الدولة، واللي عنا نسبة كبيرة تقريبا بس الترجمين تم السطو عليها وغيرها. نعم. والأراضي اللي دخلت في الخواص اللي تم التفويت فيها بطريقة أو بأخرى، اللي تعرضت لعملية نهب كبيرة خاصة أنه إذا حد من نجمين فيه، وفي تجربة التعاضد كي تربطها بس رح نخذينا تجربة جملة خاطر ناجحة ونحييه، لكن مريناش كيفها بعد مريناش على خاطر تم كان هنالك قرار بمنع أصلا تم محاربة المشروع في بدايته لحرمانه من النجاح، وقت اللي نجحوا الشبيبة في جملة بأنهم يعني بتضحيات، متفكر ايش صار فيهم وقت أول عام في الدقلة وكيفاش منعوهم واللي صار فيهم وهبطوا لهم بالقوة العامة وإلى آخره. وبالتالي اليوم يجب أن يتم تعميم هذه التجربة وتشجيع الشباب عليها، لأن جملة هي المشروع المجتمع الناجح، نموذج نعم النموذج الذي يفاخر به صحيح. يعطيهم الصحة، تحية لكل شاب، لكل فلاح، لكل إنسان
خدم في المشروع هذايا وتعب وضحى من أجل أن تكون جمنا المثال والفخر الذي نعتز به في اقتصادنا الوطني. وإذا الأراضي الاشتراكية اللي هي حاجة أخرى عشان أقولك بيناتهم خيط رفيع، الأراضي الاشتراكية اللي تقريبا موجودة في الوسط، الجنوب الغربي، الجنوب الشرقي، جنوب تونس، أكثريتها ما يعرف بالعروشية بالأساس، أراضي القبائل أو العروش اللي هي موجودة تقريبا في 11 ولايه، الاغلب نتاعها الكل موجوده في الجنوب والوسط. نعم، ونتفكروا كيفاش كانت اطراف سياسيه حاولت خلق صراع العروشيه وتتعرض لبرشا اشكاليات لليوم. لليوم، ولكن هذه حلها عبر مؤسسات الدوله وليس عبر العروشيه. ليس هنالك اليوم كل المواطنين سواسية، ليس هنالك مفهوم العروشية. نتفكروا ولو يضربوا على بعضهم بالكرتوش ولا يعتديوا على بعضهم وإلى آخره، انتهينا من المجال. أما بقات رأس مال عقاري تقريبا، صحيح كما المونوبول حتى. نعم، قاعدة حبيسة القبائل العروشية. يجب تفكيك الموضوع، تركيبة في حد ذاتها، تركيبة المجتمعية القبلية المغلقة. يعني لم تتحرر الأراضي الاشتراكية، ما مشيتش لبعيد. نعم، يجب تحريرها، ويجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة. الحكومة، القرار الذي يخدم مصلحة الشعب لن يستطيع لا عرش ولا غير عرش أن يقف ضده، لأن أولاد العرش هذوما هم المستفيدين قبل كل الناس من تحرير الأراضي هذه ومن خدمة مناطقهم. راهي المناطق المهملة والمناطق هم أولاد العروشية، العروشات اللي مش ما يفهموش كلامك، يقول لك كأنك لازمك توضح الفكرة، مش على أساس أنت تتشجع برا وفكولهم، مش بالفكر بالتنظيم، ليس فك والأولوية للناس اللي تخدم غادي، يكون عندها حق أولوية لأبناء غادي. المناطق مش نفك ونجيب زايدة أو كل منطقة الأولوية لأبنائها. وبالتالي اليوم إعادة ترتيب التموقع الديموغرافي التونسي بشكل يعيد المواطنين إلى أراضيهم، إلى ما عادش هذه، يجب أن نفكك. نعم. أحياء الفقر وأحياء الجوع اللي انتشرت ذات اليمين وذات الشمال في المناطق الصناعية على حساب كرامة البشر هذه. شكرا باسل ترجمان، شكرا رفيق الدريدي، توت سويت بالبنت العريض مع فيصل شاب، أو عينك على الإدارة مع فيصل شاب. عينك على الإدارة. سي تاكسي موتو أو التاكسي الجديدة، هذا النقل الفردي بواسطة الدراجات النارية، ظاهرة جديدة خرجت هي في 3 سنين. شفنا شركة معينة جات على أساس باش تنظمها هالتاكسي الفردي وغيره، ولكن فجأة ولأسباب ما نعرفوهاش اختفت الشركة هذه. ولكن هالتاكسي موتو عائد بقوة فيصل، لكن رعوين بشكل عشوائي مش منظم، صحيح وليس مقنن. مرحبا بك زينة، مرحبا سي باسل وبالسادة المستمعين الكل على موجات الإذاعة الوطنية في فقرة عينك على الإدارة. اليوم زينة باش نحكيه على الظهر اللي قلتها، هي قديمة جديدة، عندها تقريبا 3 سنين، وهي وسيلة النقل الجديدة هذه، واللي رناها قاعدة ترتفع، العدد نتاعهم قاعد يرتفع وتزاد بصفة رهيبة. من بين المؤيد والرافض للوسيلة هذه، احنا سألنا المواطنين وهكا كانت إجابتهم في ميكرو الإذاعة الوطنية. سلام اخويا. وعليكم السلام. تاخذ تاكسي موتور ولا لا؟ وي اكسبيريونس حلوه، وما تتعبش في السيكولاسيون، يتعدى من بحضر الكراب بلا الحمايه، معناتها كاسك لا تلبس كاسك، فما جماعه يلبسوا كاسك، فما جماعه ما يلبس، الاكثريه هو ديما يبدا يلبس كاسك، متي لا متي ما تلبسش كاسك. اول مره باش ناخذ تاكسي موتور. كيفاش تراها معناتها حكا؟ والله فكره بي على الاخر هكا، ساعه التاكسيات معناها وموتورات باش ما كثرت العباد هكا، على الكثره هكا والاكتظاظ هكا تولي معناها خير، هكا تولي تساعد حتى الميتروات معناتها تراها المسافة تكلفت لك برشا وقل شوي حسب السوم. أنا نقول لك مشيت من برشلونة لبساج، خذي علي 2000 وانت شوف وحدك بيه تسمى. تبدأ وقت غاصرة ويزمك تمشي لبلاس وسيركولاسيون تاكسي موتور، ويكون أحسن حكاية نجم تأخوه. عسلام أختي. عسلام. خذت تاكسي موتور مرة ولا لا؟ لا. وما خممتش فيه حتى مرة؟ لا ما خممتش الحق نطارد، حسها هذا يعني مخطرة ولا حاجة وما متعرفش عليها، هذاك اسكو تاكسيستي وإلا ليه معناه، فهمت؟ ناخذ تاكسي نورمال وإلا نقعد في الجرام ولا ناخذ تاكسي موتور؟ ليه ها ساعات يعرضك واحد عنده موتور عادي يقول لك ها يعني تاكسي، معناه شكون يثبت لي هو تاكسي وإلا حاجة، معناه شكون قال، فهمت؟ دونك ما ناخذوش الحق. وأصلا نختار يبدا يجري وإلا في اللوتوروت مع الكراهب وكل
واحد ماذا بيه معناتها يبقى مطيش في الشارع وما ياخذش تاكسي موتور. عسلامة خويا. عسلامة برك. شوفوك توا باش تاخذ تاكسي. خويا مسهلت لي حياتي يرحم والدين ووالديهم وما قصروش معايا ديما كل يوم لهنا نهبط كل يوم نلقاهم لهنا. مسهلت لي حياتي. صباح الخير خويا. صباح الخير. وين ماشي انت توا؟ شارلي كور. ديما الموتورات. مش أول مرة تاخذ موتور. مش أول مرة. جيت من عمران ديجا على موتور وانت تاخذ موتور شارلي كور وتفهمتوا في الكورس معناتها. فهمنا في الكورس وربي يعينه. وربي يساعد كل قصة. بالنسبة اسمعني بالنسبة للراجل سيادة. مرأة ممكن فما شوية إحراج أما الراجل سيادة. في مقابل هذا سألنا أصحاب الموتورات على القطاع هذا كيفاش يتم تحديد الكورسة وعلى كيفاش زاد يتم وسائل الحماية وشنو أيضا المطالب نتاعهم. أخي خويا صباح النور سيدي. أحكينا شوية على القطاع هذا. القطاع مو جديد سيدي خويا. غير القطاع هذا عنده 3-4 سنين هكاك تلاقيونات كل مستأنسين بينا مستأنسين بهم يخفضوا الموتور على التاكسي. التاكسي توقف يقول لك مش في ثنيتي ما نخدمش عادي أبليكاسيون بينما نحن شر نيكول يقول لك لا باب سعدون لا مرة كبيرة ما يطلعها لكش باب عليه وما يمشي لكش منصب ما يمشي لكش نحن ونتحب نزو خويا وسيمنا في المتناول. من 3000 وطلع. كيفاش تقيم كيفاش واحد ستونس نقيمه وحدنا خاطر بلايس قريبة 3000 بلايس أبعد 5000 أبعد أغلب الأقرب أغلب بلاصة عنا 8000 فرنك معناتها المرسى نجم نزلو ب 8000 فوق معناتها الدورية ولا حاجة الصباح وقفني عمالي محضر على الصباح على شنو؟ سياقة بدون رخصة على البرمي ما فماش ما قالوش عنا البرمي ونحن نحبوا نقنوا ونحبوا نسفيوا انا نحبوا نخدموا علاش تو تبدا قاعد بحذانا تو يجيك اليوم نهزوا ونسرقوا زور ربي الارواح ليونات تجيك نظمونا اخويا نظمونا خلينا نخدموا روحنا شيء ما فيه طور فين ويامر بشيء يبدا عارف مع شكون طالع كذا فهمتني باين الحكايه زوز كاسكويت اوبليغاتوار وكا ورخصه ولا باج ولا ونخلصوا المعلوم اللي طالبينه قاعد تو في تونس كبار معروفه تو كي نقولوا مثال باب الخضره بلايص كيف انتم مثال ديما بلايص لهنا ولا تبدل بلايص ولا يعني ما نبدلوش بلايص خاطر كنا ولاد حومه آه. معروفين انا نعمل كويزين وخدمنا عمل انتربريتاسيون عربي عربي فرونسي عربي فرونسي وعملت اتاشي كوميرسيال كل ما مشيتش تو نخدم لقيتش خدمه تو نخدم بالموتور لروح خدمت لي سنتر دابيل اللي فيه شويه تعاون علاش كنت منزل بيزيتي نتاع ليفريزون بطلت وجيت نخدم عن ورا ديما خديت موتور ب 4 ملايين وخرجت نخدم 300 فلوس وانا نخدم ومن بعد خديت موتور خرجت نخدم على روحي اليوم جينيرالمون كيما كنت نسمع هذا ما تلقاهم بالباساج برشلونه باب الخضرة خاصه النقاط المترو والحافلات النقاط اللي نشوفوا فيها حركيه كبيره برشا بس الترجمان مع تقنين هل التاكسي موتو هيت يوليو شريك منظمه ام لا بالتاكيد مع اعطائهم فرصه للعمل ومن اجل تسهيل حياه المواطنين نحييهم الشباب هذوما ونقول يجب تاطيرهم وحمايتهم وضمان ان تكون وسيله النقل لديها مؤمنه مضمونه ومحميه. شكرا جزيلا فيصل شابوك. انت هذه عينك على الاداره راجعين في ساعتنا الثانيه بعد الاخبار نستقبل ضيفي المحامد احمد بن حسينه موضوع الساعه تيك توك من الناحيه القانونيه وعوده على الايقافات في هذا الاطار. الدكتور